رغم شحة الإمكانات وربما انعدامها، إلا أن الاحتياطات الصحية لا بد منها، لأن الضحايا سيكونون هؤلاء أطفال خدج غالبا ما يفارقون الحياة بمجرد مجيئهم إلى الدنيا، فقد تعطلت كل الحاضنات التي كانت تقترب من 20. وبعد أن وصلت إلى هذا القسم بمستشفى الأطفال ميليشيات الحوثي حل الدمار في كل شيء، ومنها الحاضنات القديمة أصلا. العشر الحاضنات التي نعمل عليها الآن في القسم، وهي حاضنات قديمة، بعضها أغلبها مستهلكة من بقايا الألمان، يعني جابوها الأصدقاء الألمان أول ما فتحنا القسم. بعض الحاضنات طبعا كمان هي تعتبر خارجة عن الخدمة، بقت معانا 4 حاضنات من ضمن 16 حاضنة ذات كثافة سكانية، مواليد كثير، لذلك لو وفرنا 100 حاضنة سيكون هناك أزمة. كان المئات من الخدج يمرون من هذا القسم كل شهر قبل الحرب، حتى بات اليوم العدد محدود مع كثرة الأطفال المحتاجين للرعاية، وهذا ما ينطبق على الحاضنات في المستشفى الجمهوري ومستشفى المظفر الذين يعانون أيضا نقصا في الأسرة وتقادمها وانعداما بالكهرباء، لذا فضلوا إغلاق الأقسام عن العمل. ناهيك عن الأخطاء التي تمارس أثناء الولادة. في كثير من الحالات تحاول يولد الأم في البيت، فعندما يجد صعوبة في توليدها ينقلها إلى المستشفى. بعض المستشفيات مباشرة يحاول يولدها طبيعيا، يا إما أن الأهل يرفضوا عملية قيصرية، أو أنه في البداية يحاول توليدها يعني من ذاتيا، فبالأخير يلقوا إلى عملية قيصرية. لكن ما الفائدة بعد العملية القيصرية؟ إنقاذ الأم، أما الجنين فيخرج يعني مصاب بإصابة دماغية نتيجة الاختناق الولادي، ولذلك يخرج إلى المجتمع في حالة ضمور دماغي، ويضاف إلى المتخلفين داخل المجتمع. وضع عجز أمامه الجانب الصحي بتعز وأرعب الأمهات أمام تهديد لفلذات أكبادهن الصغار الذين يدفعون ثمنا باهظا في حرب فرضت على مدينتهم وليسوا طرفا فيها.